Et si c'était à refaire? Bonjour, bonjour, c'est le khir, c'est le fol, c'est le col, hello, c'est la bique, voilà, je dis, mais si c'était à refaire, il y a une autre que Success Story, mais d'une manière revisitée. L'objectif de l'émission Terna, c'est d'inspirer les auditeurs à travers le parcours de nos invités. Aujourd'hui, je suis Mkhadr Mine, aujourd'hui, j'ai mené comme une scène Mkhadr Mine, qui est tout le monde, qui est 100%. بوينتين نجم نقولوا عليه هو زاول تعليمه في تونس ودي اس جي كيف كيف كمل زاد اوسي ماستر في باري دوفين تونس دخل الشركه مي لكن باك عنده ان باركور ترانسفيرسال فريمون اتيبيك ذي باش حكينا عليه من بعد اللي ارتست ممثل مسرحي فنان فما كلمه كنمش نقولها ديريكتومون باش تلقوا بها سلامر شفنا زاد كيف في الافلام كانت عنده العديد من العروض لعب في فرنسا ولعب في لوكسمبورغ لعب في برشا بلدان لعب في كندا كيف في تونس اخر عرض كان نتاعو اسمه باسبور واليوم يعاود يرجع سيرسين اون فا لو فوار قدرت ربي في نوفو سبيكتاكل نتاعو اللي هو بومغانغ سعيد جدا باستضافه اليوم محلايا الفنان لارتيست لونتربرونور اوسي حاتم قروي. بونجور مهدوش شنيا حوالك ميرسي بوكو سي ان اونور لي انا زاده فخر كبير اني ضيفك اليوم ساشون العلاقات الوديه الكبيره اللي ما بيناتنا انا ما نجم كان كون فيلمي هذايا فما حاجه اخرى زاده ابارتو سي تيتر لا اللي هو سي مونتور باسكو سي اثر برشا مونتور مونتور اه مونتور مونتور دونك اثر برشا فنانين دونك وهذه كله تعرفوا عليه في الباكور نتاعو حتى نقربي لوبجيكتيف نتاعنا كيما قلت احنا نتقاسم التجربه نتاعك حتى اللي نخلطوا زاد سي للنوفو بروجي نتاعك اللي قلت ربي باش تشوفوه في التياترو وزاد كيف تعرفوا على المود نتاع الموسيقى نتاعك حاضر حاضر تخي بيان دونك نمشيو ديريكتومون للروبريك نتاعنا الاولانيه اللي هي ان جور ان ديستان ان جور ان ديستان حاتم قروي اهلا وين كبرت الحومه القرايه البان بوتي تابيرسيو على العائله بتتر بيان الوغ تولدت في قرطاج العظيمه لكن تولدت برك غادي ومن بعد عديت صغري في لافايت ناج مصر ومن بعد طفل صغير في لافايت لكن من بعد نقلنا للمزاسيس قريت الغادي دونك قريت في المنزل القديم ومن بعد المزاسيس الليسي ومن بعد خديت الباك ومن بعد انتقلت الى المعهد الاعلى للتصرف ببوشوش وسامحني اذا كان معناتها هكا تعسفنا عليك في الباركور هذايا لكن تنخلطوا الباركور هل كنت حتى مقرب سبورتيف كنت عندك نشاطات ثقافيه بتو ارتيست في الباركور الاكاديميك نتاعك؟ وي عملت كنت جارديان بيوت شد جول شد جول كنت شد جول من صغرى دونك اوبسيرفاتور بالك شي بوزيسيون تاع جارديان تعجبني خاطر جوبسيرف دونك مانيش في المعمعة جيتي كول جوبسيرفي لي زوتر كومون يجو وانا جيتي جارديان بوت جيتي ان بون جارديان بوت لدرجه انه برشا يصخيبوني متريني في ايكيب اوكي في كلوب بعد قالوا لي مشي تيستي مشيت تيستيت في ليسبيرونس رغم اللي انا مانيش كشخ وقبلوني اوكي قبلوني في فما 22 شخص شاب في الوقت الكادي باش يقدموا رواحهم وقت سنه سادسه ثانوي 17 سنه عمري قبلوني انا واحد صديق كلوبيست شوف ليروني دو سور كي قبلونا مشيت نهار الاثنين وقت نهار السبت تيست نهار الاثنين دخلت ليسبيرونس باش نترينا حطوني جارديان بيسكو هذاك فاش معناها التيست اللي عديته اكزاكتومون نتفاجئ وقت اللي شديت جول نتفاجئ اللي الجول 7 متر مش مستنسبي مستنسبي ثلاثة بحجرتين 3 متر وفنت 3 با دونك نلقى روحي في بحر تلقى روحك أمو تشقق أمو تشقق بدي يشوطولي وانا منع في الكور بسقاي دونك قال لي عايش ولدي جاني لونترينور اخر سيونس قال لي عايش ولدي امشي 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 شد جول في الهوند خير مشيت للهوند شديت ثلاث جمعات كليت ترايح قد ما حبيت الكور في وجهي في اللي بارتي انتيم في صدري في كل شيء في كل يوم نروح ماكل ترايح دونك بعد ثلاث جمعات سي علقت المنديل فهمت روحي بطلت ما عادش نحب نشد جول لا ما عادش يزيد
اوكي مي في وفي الاي اس جي نعرفوا الاي اس جي كيف معناتها فاك حيه برشا وكان معناتها فيها بوكو داكتيفيتي نوتام مع شجمات الراديو مع عارفين ياسر في الاي اس جي ما كنتش داخل في الجو نتاع الراديو عملت عام ايسيك اللي مكنتني باش عملت ستاج في سيسيليا في ايطاليا شهرين والغادي تسرحت لغويا وكوميرسيالمون زاد خاطر عطاوني بها غبره غبره تري سبيسيال اسمها ايربالايف اوكي برودوت اشتماو ايربالايف واي اوف لايف un prodotto che fa dimagrire e ingrassare nel stesso tempo معناها يضعف يقول السيد يقول السيد هذا مغرين هو ان هذا المنتوج يخليك تضعف ويسمنك ci sono tre varietà vaniglia fragola cacao ci vediamo dopo sul Rai 1 voilà et donc on parle d'une génération de si Rai 1 Rai 1 exactement هذا stage مهم grâce à l'ISEC اللي عرفتها في اليزي اي كملت القرايه نتاعك اي شنو اسكو عندك ديجا رؤيه وين تحب تشق في الشركه ولا في الشركات في هذا الدومين انا بطبيعتي كي عملت كي قريت في الليجي فما ثلاثه اختيارات ممكن جيستيون دي ريسورس هيومن جيستيون فينانسيير ولا ماركتينغ انا اخترت ماركتينغ خاطر حسيته اقرب لي اوكي سي ان موند ان بو بلو هكا كرياتيف دونك نلقى روحي في الماركتينغ بقى كي دخلت نخدم اي قريب للماركتينغ اكثر حاجه خدمتها هي الكوميرسيال دونك شتي فوندور كوميرسيال من الاول اول خدمه خدمتها هي ساعه في الفيبا تابعه للدوله فورين انفستمنت بروموشن ايجنسي اللي هي بالمستثمرين التلين وقت عمري 24 سنه والمهمه نتاعي هي تسهيل الاجراءات للمستثمرين الايطاليين هذه يجيو لهنا في تونس حتى كي يجيو لتونس نعطيهم المعلومات تاعي قعدت 6 شهور كهو خاطر ما حملتش الحسر الاداره هي الاداره حسيت روحي باش نتحسر وبديت الرافع في بديت حسيت روحي كلستروفوب وقلت لي باش نعدي عمري لهنا وبعد كذلك تجربه مع مشغل اي بعد عملت برشا تجارب واكثر تجربه قعدت فيها هي اوبيراتور دو تليفوني موبيل الاسم نتاعو تبدل كان يبدا بالتي وتو يبدا بالاو و كاو هذاك لاسيو كويز زعما مين كان وين كان اي ولا ويوفى بالاو وش نقول خدمت 6 سنين غادي دونك هذيك اكثر تجربه حيث المساحه الزمنيه اوكي هي البرشا حاتم في الباركور هذا وقتاش خاطر نعرفوك كيما قدمت كيف قلت فنان منين وقت ولا وقتاش بديت تخدم الفكره نتاع تخمرني وقتاش بديت تخمرني بديت تخمر فيا وقت اللي خرجت بطال في اواخر في سبتمبر 2001 بعد 11 سبتمبر 11 سبتمبر صاروا دو كاتاستروف صارت كاتاستروفي نيويورك وكاتاستروفي تونس كي طردوني من شركه تبدا بالاي وتوفى بالام وفي الوسط فما بي دونك كي خرجوني على برا قلت لازم نلقى خدمه اخرى وفي الاثناء ما لقيتش خدمه اخرى قعدت نلوج ونبحث قلت شنو هي الحكايه فما حاجه انا وقتها ليا تقريبا 3 4 سنين نخدم وخدمت في 4 5 شركات فما مر استنى فما ثلاثه مرات تقريبا خرجت واحد وفما مره ولا مرتين هما خرجوني دونك لو راسيون ني با بون قلت اي شنو هي الحكايه يلزمني نرجع روحي حتى لين ضربت لمبوبه شعلت بلوتو لمبوبه في الليل وقت راقد واللمبوبه ذكرتني اني انا كي كنت عمري 10 سنين سالتنا المعلمه الناس الكل شنو تحب تعمل كي تولي كبير كي تكبر فما شكون قال مهندس فما شكون قال طبيب فما شكون قال بيلوت فما شكون وانا نذكر عمري 10 سنين قلت ممثل نذكرها الكلاس كل قامت تضحك دونك رجعت لي الحكايه رجع لي شاهد العقل وانا عمري 29 سنه دونك 29 ذكرت لي انا نحب نكون ممثل فقدمت روحي في سبتمبر ولا اكتوبر 2001 مشيت دقيت الباب على التياترو فضاء التياترو سي توفيق جبالي تحية كبيرة ليه
اللي هو تنجم تقول المنتور بتاعي هو الماميتر اللي قبلني قنعته مدة ساعتين وانا نحكي معاه رغم اللي انا مانيش جاي من الميدان الفني وعمري ما عملت درج مسرح في حياتي. قال لي نعطيك فرصتك. اعطاني فرصتي ودخلت قبلوني ودخلت مبرر في مسرحية ولاية تونس. وقتها بدأت الانطلاقة في علاقتي مع العالم الفني. كانت اول خطوة في مشوارك الفني avec معناتها لهنا نجم نحكي على ريكونفيرسيون بروفيسيونيل لقيت روحك لقيت روحك اي بديت في المسرح لكن فما تيكيه معناتها تسميت عليك صحيح اللي هو سلام. صحيح كيفاش جات حكيت سلام وكيفاش هكا خاطر هذيك وان سامحني مي فريمون ظهر حتى مقرب بالكدا عمش فسرك علاش خاطر تحبوا تعرفوا بقية الحكاية كيفاش حاتم قريو شنو ذلك اللي خلاه يخرج يظهرنا بسلام. أقعدوا معنا هنا رجعين.